ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. اليوم فولتوني خير، يعني ما اعرف ان شاء الله يمكن سنه 2019 تكون سنه زواج ان شاء الله لكل البنات اللي حابين انهم يتزوجوا. بالنسبه لي انا كمان شوي مو مستعجله ابدا. عموما مشاهدينا، كل البنات اللي على وجه زواج وحابين انهم يتميزوا بمناسباتهم بالاشياء المختلفه اللي يحبوا انهم يطلعوا فيها وتكون مناسبتهم ايضا مميزه بنفس الوقت، جبنا لكم منسقه الحفلات سواء غمره، حنة، ملكه، مشرفتنا اليوم في الاستوديو مها العمري. اهلا فيك مها. يا هلا فيك. منوره اليوم ومنوره بديكورك الجميل صراحه. منوره بوجودك حبيبي. قبل ما نبدا، ايش هذا الديكور؟ زفه ايش؟ التركي. التركي. هذا الغمره التركيه. طب بداية، ايش اللي ممكن نعرفه عن امكانياتك في مجال التنسيق وتنسيق الحفلات تحديدا؟ حبيت سؤالك، رجعتيني 8 سنوات ورا. كانت بداياتي جدا بسيطة، حبيت اني انا اطور هذه الفكرة، دخلت دورات ديزاينر، حسيت اني انا ممكن ابدع في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، بعد توفيق من الله توفقت فيه. طب قد ايش مها يعني هذا المجال ممكن يكون سريع التغيير وفي تطويرات او تطورات بتصير بشكل جدا سريع؟ كل فتره نسمع موضه عن زفه جديده طبعاً. كل فتره ينزل زي معين، مثلا لمناسبه الغمره، الحنه، الملكه، فبيتغير دائما، فهل بتحاولي تكوني مواكبه لهذه الامور طبعاً. وكيف كمان؟ طبعا ايوه، في لازم هذا المجال فيه تطورات وفي ابتكارات جديد، يعني نطور ذوق العرايس. دائما العرايس بيحاولوا انهم يدوروا على كل شيء جديد ومميز من هذه الناحيه. صحيح، فدائما بتحاولي انك تبحثي وتطوري. طب من فين يعني كيف بتبحثي عن الجديد في هذا العالم؟ والله بحاول اني انا اسوي سفرات عمل، بحاول اني اكتشف ثقافات حلو البلدان، وخاصه ليله الحنة تكون متميزه عن ليله الزواج، فيها تعدد ثقافات. صحيح، وخصوصا الحنة او الغمره دائما يحبوا مثلا يسووا زفه هنديه، زفه مغربيه، زي ما احنا شايفين اليوم زفه تركيه. طب هذه التفاصيل او هذه الديكورات يا ريت تكلمينا عنها اللي جالسين فيها اليوم. والله هذه ديكورات ليله الحنة التركيه بكامل تجهيزاتها، طبعا عندنا الكوشه اللي جالسين فيها، مدخل الاستقبال بالضيافه والحلويات التركيه، طبعا عندنا زفه العروسه بالعربه، وعندنا زفه الحنه التركيه، طبعا هي الاساس في ليله الحنه. طب وايش شايفه اقبال البنات في هذه الفتره على اي نوع من الزفات اللي حابينه اكثر؟ والله الزفه التركيه ما شاء الله تبارك الله لقيت عليها اقبال جدا كبير واعجاب ومدح من جميع العرايس اللي احنا سوينا لهم الغمره. حلو، وطبعا يشمل كل التفاصيل الموجوده معانا اليوم، حتى الملابس بتوفريها مها؟ ايوه طبعا، حتى الملابس نوفرها. حلو، وبتجيبيها من برا. طب المقاسات كيف تكون؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني بحاول اوفر جميع المقاسات اللي تناسب العروسه وجميع الالوان. أيوة. والله مشروع يعني تعب، بس هل مربح في نفس الوقت ولا لا؟ اللهم لك الحمد. حلو، طب هل بتسوي بروفات معينه قبل كل مناسبه؟ اتوقع يعني كل عروسه في هذا اليوم تحب انه يظهر فرحها باجمل صورة، فلازم تكون في بروفات، فهل بتعملي هذا الموضوع؟ طبعا لازم البروفات، وخاصة في فستان العروسة لازم تقيسوا العروسة الفستان يجي مناسب أو ما هو مناسب عليها، إذا ناسبها الشكل اللون. لازم شيء أساسي البروفة.
طيب بداية عملك سمعنا أيضا مها أنه كان عن الزفة المغربية، فريد تحكينا عنها. كانت الزفة المغربية قبل 8 سنوات، يعني هي الزفة اللي طالعة، فأنا حبيت أني أنا أطور في هذه الفكرة وأبدع فيها، فحسيت نفسي أني أنا لو دخلت في ذا المجال راح أتميز فيه. فكنت سويت رحلة عمل برضو للمغرب، فلقيت بالصدفة وأنا يعني لقيت الزفة المغربية، عجبتني فكرة العمارية، شيلات العروسة في العمارية. شيلات العروسة اللي من جد أحس الموضوع مرهق. مرهق. 6 بنات ولا 4 بنات. 4 بنات كمان. ويشيلوا هذه اللي تنشال، إيش اسمها؟ العمارية. العمارية دي اللي تجلس فيها العروسة وهم يشيلوها ويلين الكوشة، والموضوع صعب يا أخي، إرهاق للعروسة وللبنات. فأنا حبيت إن أنا يعني أبسط الفكرة للعرايس، فسوينا فكرة اللي هو العربة. افضل وانسب للعرايس عشان الخوف الرهبه تنشال من العرايس. وصنعتيها بنفسك؟ صممتيها بنفسك؟ ابتكرتها وصممتها بنفسي. واو. طب ايش عندك زفات؟ قولي لنا كذا عشان البنات يتحمسوا اكثر. عندنا جميع الزفات طبعا المتنوعه اللي تناسب اذواق العرايس. في عرايس يجوني احنا نبغى زفه مختلفه، ما نبغى زفه مكرره، فبحاول اني انا امشي معاهم على نفس الذوق حقهم. عندنا الزفات متنوعة، عندنا اللبناني، عندنا الأسباني، عندنا الهندي. واو. المغربي، العراقي، جميع أنواع الزفات من أفريقيا. والله كل هذا موجود ما شاء الله. أيوة. طيب أنا مبسوطة بصراحة بالفستان اللي لابسته العروسة، هذا إيش اسمه فستان؟ الفستان حريم السلطان. حريم السلطان، صح؟ هي زوجة السلطان؟ هذه الأشياء الموجودة قاعدين نشوفها، حكينا عنها، إيش هذه؟ هذه طقوس لازم تكون متواجدة في ليلة الحنة. عندنا صحن الحنة والغطاء حق العروسة اللي تغطي فيه ويحطوا لها في يدينها الحنة. واو، حتى الطقوس جايبت لهم هي طبعاً. يعني معيشتهم الليلة لازم. كأنكم عايشينها في نفس البلد أو بتحتفلوا بنفس المدينة بثقافاتها وعاداتها والديكور واللبس وكل شيء موجود ومتوفر. ما أحب أنه يكون شيء ناقص، أحب يكون متكامل من إلى. طب القرار في هذه الليلة تحديدا هل بيكون قرار العروسة ولا قرار الأهل أو أنت بتفرضي رأيك؟ لا طبعا هذا قرار العروسة نفسها. يعني العروسة هي تيجي تقول لي أنا أبغى مثلا الغمرة الهندية، أنفذ لها ليلة الغمرة الهندية بكامل تجهيزاتها، الكوشة، مدخل الاستقبال الهندي، الضيافة الهندية، لبس العروسة. في عروسة ثانية تجيني لا أنا أبغى المغربي، أوفر لها كل شيء على حسب ذوق العروسة والقرار. طب يعني بكل صراحة مهما قد انطلبتي كذا زي أو تنسيق غريب أول مرة تسمع أنه العروسة حابة أنها تنزف بهذه الطريقة؟ حتى لو أنها طلبت مني راح أنفذ لها الفكرة. حلو، أنت مع الشيء الغريب. مع الشيء الغريب. تحبي الأشياء الغريبة اللي يطلبوها؟ طبعا. والله طب قولي لنا أمثلة، إيش أكثر الأشياء الغريبة اللي جاتك أو انطلبت منك؟ أكثر شيء انطلب مني غريب، حاول استرجع ذكرياتي والله. يعني ما شاء الله سمعت أنك كل يوم عندك حفلة ومناسبة. أيوة الحمد لله، اللهم لك الحمد. طب أكثر المناطق اللي في المملكة يطلبوك في تنسيق حفلاتهم والأزياء المختلفة في الغمرة والحنة وذي الأشياء، مين؟ أي منطقة تحديدا؟ طبعا منطقة مكة. منطقة مكة كاملة ولا كاملة. مدينة مكة؟ لا منطقة مكة كاملة. طبعا مناطق الجنوب، جازان، أبها. واو. يعني مناطق كثيرة ما شاء الله طلعنا لها وسوينا لهم الغمر. طيب كيف ممكن تطوري شغلك؟ حلو صراحة، يعني أنا أشوف أي عروسة تتمنى كذا أنها تنزف هذه الزفة وتجلس هذه الجلسة، تعرفوا هذه الجلسة اللي كانت جالسة في مسلسل حريم السلطان، فاللي كل الناس أدمنوا هذا المسلسل. فكيف تطوري من شغلك؟ إنك أي مجال أيضا يحتاج تطوير طبعا، فكيف بتطوري من هذا المشروع؟ بحاول أبتكر شيء جديد ومميز ما هو موجود في السوق. يعني أحاول أجيب أشياء غريبة، دائما العراس يحبوا يجيبوا الشيء الغريب، الفستان الغريب، الديكور الغريب، فبحاول وبرضه مع آراء العرايس بنفذ لهم هي ان شاء الله. طب مع وجود يعني شركات كثيره نقدر نقول في السوق بنفس هذه الفكره، فكيف شايف المنافسه في السوق؟ الفكره ما هي مستهلكه كثير، كانت مختصره بس ليله الحنه على لبس العروسه والزفه. فانا ما شاء الله تبارك الله ابدعت في ذا المجال، ولما لقيت عليه اقبال
طورت منها وبحاول دائما ابتكر الشيء الجديد والمميز في ليله الحنه. طب خليني نعيش معك تفاصيل، صراحه انا ابغى اعرف، يعني جاني فضول ابغى اعيش تفاصيل الزفه كامله، يعني اول ما مثلا تجهزي لهم المدخل، الكوشه، الممر، العربيه، الفستان، الاكل، الملابس، كمان اللي يكونوا مع نفس العروسه. فجات زفت العروسة ودخلت وخلاص وخلصت زفتها بالأغاني، جهزي لهم الأغاني كمان؟ أيوة. بعدين إيش يصير؟ تجلس العروسة أول بداية الزفة التركية، تجلس العروسة بالعربة طبعا يلفوا فيها البنات، يأخذوا جولة في القاعة. دهت اللف كمان؟ ايوه طبعا العروسه اذا عندها توزيعات، عندها هدايا، عندها شيء طبعا تمر على الاهل، على صحباتها، تعطيهم من هداياها. وبعد كده تنزل العروسه من العربه وتطلع على الكوشه وتجلس طبعا تتصور، تتصور مع اهلها، اذا في عرض مثلا تركي يسوي لها هو على حسب برضه طلب العروس. حلو، يعني وخلاص وبعد ما نزفت خلصت اللي خلصت الحفله طبعا. ايوه وانتهى كل شيء، والله شيء جدا جميل صراحه. طب ما واجهتك صعوبات مها في هذا المجال؟ لحد الان لا، الحمد لله كانت بداياتي جدا موفقه، اللهم لك الحمد. فعلا شكرا لك، زينتي لنا الاستوديو وتعرفنا وتعلمنا ايضا على الثقافه التركيه والزفه التركيه اليوم في استوديو ساعه شباب. وتبوا تتعرفوا على اكثر من زفات، لا تنسوا تتابعوا مها في حسابها، وانت ما حتقصري مع العرايس ان شاء الله، خصوصا متابعات ساعه شباب ان شاء الله، وصفيهم كثير ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك مها العمري، بالعكس واجبنا. وايضا نشكر الموديل الجميله اللي لابسه فستان التركي ظلال، يجنن، ماخذ منك حتى الفستان يا ظلال، بس راحت عليك خلاص، تزوج الظلال، نسوي لك زفه ثانيه ان شاء الله، مزفيتي اليوم بالزفه التركيه. ابدعتي، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم اجواء الخميس والافراح الموجوده عندنا في استديو ساعات شباب، وسلطنه الخميس راح تكون بعد الفاصل.